السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف برنامج اسمه ويز تري أو ويزر ذا تري. البرنامج ده بيعمل إيه؟ بيكون أنا عندي هارد مرة واحدة لقيت المساحة بتاعته قفلت، فممكن يكون في ملف أو في فولدر واخد مساحة كبيرة، فبدل ما أنا قاعد ألغي حاجات كتيرة وفي الآخر تلاقي كل لغة ملوش أي لازمة مساحة بسيطة، لا أنا باجي هنا وأقول له مثلا أنا عايز أفحص السي وأقول له سكيل، هو بيبدأ يفحص السي يقول لي مثلا ده انت عندك مثلا في 10 جيجا في المكان الفلاني و10 جيجا في المكان الفلاني، فانا ابدا اشوف هل الملفات دي اللي انا محتاجها ولا في ملفات انا مش محتاجها. مست ان هو بيوفر عليا ويرشدني انهي مكان اللي فيه المشاكل. يعني بص هتلاقي مثلا في كذا يوزر، يوزر هو اللي واخد 92% والباقي كله لو قعدت تلغي فيه مش هيأثر معاك كتير. هتلاقي مثلا بروجرام فايل، هتلاقي مثلا تبدا تشوف انهي برنامج اللي واخد مساحة كبيرة، هل البرنامج ده انت بتستخدمه ولا ما بتستخدموش؟ ممكن تلاقي مثلا سطبت برنامج زمان وملوش لازمة عندك واخد مثلا 6 جيجا 7 جيجا، بس ما تلغيش أي حاجة بالذات على السي غير لما تكون متأكد إن أنت مش عايزها. يعني ممكن تيجي هنا تقول أنا عايز أوفر مساحة، فتدخل على الويندوز وتلغي أي حاجة من دول، تقفل الكمبيوتر تفتحه تاني تلاقي إن هو ما بيرضاش يفتح معاك. فخليك حريص وانت بتستخدم البرنامج وما تلغيش حاجه من عسير غير لما تكون متاكد منه. انما مثلا لو في فولدر افلام او فولدر اي حاجه العاب مثلا، ممكن تلاقي مثلا عندك 100 لعبه، لعبه فيهم مثلا وانت ما بتحبهاش قوي او شايلها احتياطي واخده مساحتهم كلهم، فتروح انت تلغي اللعبه دي توفر عليك ان انت تلغي مثلا 20 لعبه كمان.